مرحبا بكم بقناتي تعلم العود مع رضوان عود وذراد. اليوم رح نقول أغنية زوروني كل سنة مرة للملحن سيد درويش. تابعوني. بمناسبة مرور أكثر من 100 سنة على وفاة الملحن العبقري سيد درويش، توفي طبعا هو بشهر أيلول بعام 1923، يعني أكثر من 100 سنة. فحابين نقول أغنية زوروني كل سنة مرة اللي غنتها أكثر من مطربة ومن بيناتهم السيدة فيروز. الأغنية من على مقام عجم عربي أو بسموه اللي هو عجم عشيران، اللي هو عجم سي بيمول. بيبتدي من السي بيمول، في عنا مي بيمول. سي دو ري مي بيمول فا صول لا سي سي لا صول فا مي ري دو سي. الإيقاع هو إيقاع رباعي، ممكن نقوله على إيقاع مثلا صنباطي. بعد الإس بسرعة 85 فا سي ري دو سي لا لا دو سي لا سي لا صول لا سي دو سي لا صول فا سي لا سي دو سي سي فا سي ري دو سي لا لا دو سي لا سي لا صول لا سي دو سي لا صول فا ري دو سي سي لا صول صول فا مي ري دو سي. إذن هاي بالنسبة للأغنية، والكوبليهات الثانية بتنعاد على نفس اللي هي الجمل الموسيقية هاي. رح نقولها بالغناء. زوروني كل سنة مرة حرام، انسوني بالمرة. زوروني كل سنة مرة حرام، تنسوني بالمرة حرام، تنسوني بالمرة. إذن هي بالنسبة لها الغناء، وباقي الكوبليهات نفس مثل ما قلنا الجمل الموسيقية. هون استخدمنا العلامات اللي هي السريعة اللي هي تافا تيفي، اللي كتير في ناس تسألني عليها كيف نعزفها. طبعا تافا تيفي لازم يكون نتدرب عليها نحن بطريقة اللي هي ريشة 8-7-8-7، ونتبع قاعدة على نفس الوتر 8-7 وعلى وترين مختلفين نازل نازل. يعني مثلا هون سي لا سي دو سي سي لا سي دو، نازل طالع نازل وبعدين نازل طالع نازل وبعدين نازل على الدو، ورجعنا على السي كمان نازل. إذا سي لا سي دو سي سي. ومثلا الثاني اللي هي سي لا صول لا صول، نازل طالع نازل طالع. فبالنسبة للقاعدة العامية على نفس الوتر ريش 8-7-8-7 على وترين مختلفين نازل نازل. هاي بالنسبة لشرح مبسط لزوروني كل سنة مرة حرام. اتمنى تنال الإعجاب، ولا تنسونا من اللايك والشير، وتتابعوني على www.عودوذراد.com لتعلم آلة العود. شكرا للمتابعة.